بدأ اليوم بصنعاء مؤتمر حول استراتيجية تنمية المرأة العاملة في جميع القطاعات الحكومية والمختلطة والقطاعات الاقتصادية، تنظمه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. بهدف تطوير أداء المرأة وتحسين دورها في أداء عملها، أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد الشامي على أهمية التخطيط الاستراتيجي لمواجهة التغيرات المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بتنمية قدرات المرأة وتطوير إمكاناتها في مختلف المجالات. جاء ذلك في كلمته خلال تدشين استراتيجية تنمية المرأة العاملة في جميع القطاعات الحكومية والمختلط والقطاعات الاقتصادية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والمعاهد. التخطيط الاستراتيجي نستطيع أن نواجه به المتغيرات الإقليمية والمحلية والدولية التي تحدث ونراها ونشعر بآثارها من يوم إلى آخر. الحقيقة هناك متغيرات كبيرة جدا شملت كل المجالات، سواء المجالات الاقتصادية أو مجالات التكنولوجية أو القانونية أو أي مجالات والسياسية، وكل المجالات تأثرت وخاصة بالنسبة للجمهورية اليمنية. لا يمكن أن نواجه مثل هذه التغيرات في المجالات المختلفة إلا من خلال التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي الفعال الذي يتضمن مجموعة من الدراسات، مجموعة من التحليلات، مجموعة حتى نصل إلى نتائج نستطيع من خلالها أن نصيغ رسالتنا وقيمنا ورسالتنا ورؤيتنا المستقبلية إلى آخر. لابد من عمل تحليل متعمق، تحليل سوات الذي يعرفه الإخوان، الذي هو تحليل عوامل البيئة الداخلية التي تضمن المرأة، قدراتها، تمكينها، النظم التي تحكم على المرأة إلى آخر. ثم أيضا في الجانب الآخر، الجوانب العوامل الخارجية لابد من دراستها بتعمق ومعرفة آثارها. لا نستطيع أن نقيس، لا نستطيع أن نسير رؤى مستقبلية إلا من خلال تحليل متعمق لعوامل البيئة الداخلية والخارجية، وبالتالي ممكن صياغة رؤية مستقبلية لتنمية المرأة في مجال عملها إن شاء الله. وتستعرض المشاركات اللواتي يمثلن عددا من الوزارات والقطاعات الحكومية والمختلط على مدى يومين أولويات الاستراتيجية وآليات تنفيذها على أرض الواقع ومؤشرات الأداء ودور منظمات المجتمع المدني في ذلك. هذه المناسبة مناسبة تدشين استراتيجية قدرة المرأة وكفاءتها في مجالها الوظيفي، نعتبره من أولويات المجتمع والذي يجب أن يشجع المرأة فيه وأن يكون لها باع طويل، ولكن الرجل لا يستطيع أن يقفز بها قفزات وهي ليست مستعدة لذلك، فعلى المرأة نفسها إن أرادت أن تكون في مستوى الطموح أن تشارك بفعالية كاملة، وعلى الرجل أن يدعمها بكل ما أوتي من الوسائل والإمكانات ليكون هناك مجتمع راقي تشارك فيه المرأة بفعالية وكفاءة متكاملتين. الورشة حول تدشين استراتيجية تنمية المرأة العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات الاقتصادية وقطاعات الدولة المختلفة. هذا المؤتمر سيخرج إن شاء الله بإذن الله باستراتيجية أو تصور استراتيجي لتنمية المرأة العاملة في جميع قطاعات الدولة والقطاعات الحكومية، وإن شاء الله بتمويل من عدة ممولين للنهوض بالمرأة اليمنية العاملة، وأيضا لإثبات أن المرأة في ظل هذا العدوان تعمل وتنتج. تتجلى رسالة المرأة باعتبارها شريكة أساسية وفاعلة لأخيها الرجل في كافة المجالات والأنشطة التأهيلية التي تتعدى مهمة التربية وإعداد جيل من الأبناء، فالمرأة هي نصف المجتمع وشريكة الرجل وسنده.